اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم رب هذا الوباء ارفعه عنا بأمرك يا الله، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حوائجنا فاقضها، وتعلم أمواتنا فارحمهم، وتعلم أمراضنا فاشفها. اللهم اشف كل مريض وسقيم. اللهم إن عجز الأطباء عن دوائهم فأنت لا تعجز عن شفائهم يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم إنك أعلم بحالنا يغنيك عن سؤالنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر اللهم أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وبارك له في ولي عهده وأسرته وكافة شعبه برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. ومن يشاهد هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وارحم اللهم كل من قال آمين.